أسعد الله صباحكم أحبتي مشاهدي قناة الفلوجة، برنامج صباح أهلنا. صباحنا لهذا اليوم من أكثر الشرائح مظلومية في مجتمعنا العراقي. للأسف كثيرا ما يطالبون من خلال برنامج صباح أهلنا المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع. في كل منطقة ندخلها نلقى عدد معين يطلع ببرنامجنا يطالب بعودتهم. العودة التي لربما ارتبط أمرها بقرارات هي أكبر من مطالب المواطنين. اليوم الملف الأمني، الأشخاص الموجودين في هذا المكان في ساحة التحرير هم رجال أمن ومنتسبين، بعضهم كانوا في قواعد الموصل والصلاح الدين وغيرها والأنبار. السؤال اللي دائما نسأله، هل تم محاسبة قيادات أمنية كبيرة بملف سقوط الموصل؟ هل تم زج قيادات أمنية سلمت محافظات للدواعش الإرهابيين؟ لماذا الظلم وقع فقط على منتسبي القوات الأمنية؟ نطالب الأشخاص اللي مسيطرين على الملف الأمني بمراجعة حقوق هؤلاء الناس، بمراجعة وضعهم. اليوم كثير من الموجودين هنا، أو هم الكل، صار لهم أيام نايمين بالشارع، صار لهم أيام نايمين بساحة التحرير وحديقة الأمة. فهذا الأمر يطول، ولكن نتمنى على الجهات المعنية أن لا تطول بهذه المعاناة. نبدأ صباحنا لهذا اليوم ونحاور ناس هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. حياك الله. شنو المطالب الرئيسية؟ احنا المطالب الرئيسية عندنا ثلاث مطالب. أول مطلب ما يرجعونا للخدمة، نلتحق بربعنا نقاتل. وثاني مطلب أما يحيلونا على الدوائر المدنية إذا عدم الاكتفاء هم ما يردونا، أما يحيلونا على التقاعد. وإحنا صارنا أزيد بأسبوع محتصمين بهذا المكان، لا أحد سأل، لا أحد، لا جانا مسؤول، لا جانا رئيس الوزراء. الرئيس صوتنا يوصل من هذا المنبر مالكم على كل المسؤولين، ومحاسبة المقصرين من القادة والضباط، مو يرجعون على المراتب الأنصى الأدنى يعني. نعم، وما خلينا حد ما نشدنا. طيب هاي الفترة اللي موجودة ما حد وصلكم من الخضراء؟ لا لا أبد، ولا مسؤول وصلنا أبد. شو جوكم تقول جوكم؟ حبيبي أخ العزيز السلام عليكم. أولا تحية لكم وتحية لإعلامكم الشريف اللي جاي غطى هذا الاعتصام. إحنا مطلبنا هاي الناس كلها من جميع أنحاء العراق، بينا من الموصل، بينا من البصرة، بينا حتى من اخوتنا الكرد ونحطهم على راسنا هنا. كل هالناس مظلومه. اللي صار اخي العزيز، انا البرلماني ما اريد يجيني لهنا يصور ويحكي كلام، انا اريد البرلماني يروح بقبه البرلمان ويداعي لي بحقي. اما استجواب رئيس الوزراء، اما استجواب قائد رئيس اركان الجيش واللي ممثل الداخليه، بما انه احنا ما عندنا وزير داخليه لحد الان، احنا هاي الناس كلها هاي لو بغير دول، هاي العالم صار 8 ايام هنا محتصمه، لو بغير دول تستقال حكومات على هذا الشعب نايم هنا. الناس جوعانه، الناس تعبت، الناس ربع دينار الصبح ترد. الناس تمرضوا وسمعنا عندنا، انا واحد من عندهم، مستشفى شيخ زايد من كثر ما مطرت علينا، وحتى غذانا قمنا حتى اكل ما عندنا. ناس هاي تعبانة. فإحنا نطالب نقول لك يا رئيس الوزراء، يا دكتور عادل عبد المهدي، خلي يكون لك قرار شجاع، ها، وخلي يكون لك كلمة. إحنا نقول لك يا دكتور عادل عبد المهدي، هاي الشباب كلها صنوف عسكرية هاي تشوفها، وكل هاي قنبلة مو تهديد هذا، أما بما أنه نحذر الحكومة نقول هاي قنبلة موقوتة، هاي الشباب لا تخلوها تتجه لغير اتجاهات. اكسبوا شبابكم، اكسبوا، وهاي نصها وأكثرها العادم من مؤسسين الجيش العراقي من بعد السقوط. السلام ورحمة الله. أنا من محافظة كركوك، نسميه محافظات الغربية، جايين نساند أخواننا من أبناء وزارة الدفاع المفصولين الداخلية والدفاع. نطالب من رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بعفو عام على المفصوخين كافة محافظات العراقية. وإحنا انظلمنا، ومن يوم السبت وصلنا بلية لهنا بايتين، ولحد الآن إحنا محتصمين، ونطالب بالعفو العام للقوات الأمنية دفاع وداخلية. وزارة الدفاع تقول 95,000 أعداد، غلط. إحنا نريدهم يبدون بوجبة أولى. وجبة الأولى هاي ساحة التحرير صارنا 7 أيام هنا. وجبة أولى أرجع 5,000 نقول أعطونا عفو والباقي ننتظرون. إحنا نريد هسه وجبة أولى تجينا. هي الشغلة مو صعبة ترى، والله مو صعبة. يجينا ممثل من رئيس الوزراء ياخذ أسمانه ويدقق الأمني ويرجعنا لدوامنا.
احنا كل احنا ما بينا 5000 هنا، هم يقولوا احنا هذول محتصمين هنا بساحة التحرير، نريد ان نرجع. هاي يجون هسه والله ساعتين يخلصون، ساعتين يخلص، بس هم متعمدين. وثاني شيء يقول متخاذلين، والله من انا من الجيش بطلت رحت للحشد الشعبي وداومنا وبالقرمه ورحنا مال الفلوجه وقاتلنا 4 أشهر ما طانا رواتب، عفنا الدوام. حبيبي استاذ طبعا تحياتنا لقناتكم الموقر قناه الفلوجه سباقة. احنا منتسبين وزارة الداخلية والدفاع، طبعا تعرف منتسبين وزارة الداخلية والدفاع المفصولين. طالب رئيس الوزراء يجي لي جاي، مو هو ممثل، صار لنا 8 أيام لا حد جانا لا حسال علينا. ادري مو عراقيين احنا، قريبين على الخضراء، قريبين على الخضراء. اذا مشي غير استاذ اتمشى له دقيقتين اوصل اطب جو همينه والعاقل يفتهم. اللي يجونا اللي جاي يشوفون حال هاي العالم الكبار شنو ما له حبه، كل من عايف جهاله ونسوان الله شاهد ببيوتهم. اكو ناس تمرضت واكو ناس عافت عوائلها بالمحافظات. استاذ حبيبي مطرت على فلسطين مجال، مطرت علينا هنا 10 إسعافات تنقلوا ما ملحقه والله المستشفيات، اكو حالات خطره قامت ما يقدر يوقع على راسه انه بينشق راسه ويحير شو يسوي. خلي لكم اسعاف هنا؟ اسعاف ماكو، جتنا وحده نقلت نوب، صارت عندنا حالات جتنا الاسعافات يعني وحده توسلنا بهم. وجتنا لكم شلون تمشون؟ الله شاهد ماكو هسه، تروح وتصور الاكل اذا تلقى اكل شو تريد اعطيك؟ 3 كيلوات بوتيتين احنا الله شاهد وحق هذا الله وحق اللي يرفعها بدون عمد. جاي نجمع من هاي العالم ما عندهم هسه، النوب تقول له اعطيني 5 هسه غير تقول له اعطيني 500 بس اعطيني مجال، اعطيني 500 قل لي والله ما عندي محمد اعطيك 500 دينار انا ادفع لعمه هاك هذا اللي فايد بالله لك. هسه شوفك التجمع، هسه شوفك الفلوس بعدين عند الولد صاحبي جاي يجمع على مو تجيب لنا 500 دينار. هسه طالب الناس الخير اللي عندها الامكانيه تشتغل بالخضراء الزينه فلوسهم وامورهم، خليه يجي لي جاي يجيب لنا اكل شرب عاد. امنا حمده ونشكرا، تحياتي لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نطالب الحكومة ورئاسة البرلمان ورئيس وزير الدفاع اللي ما موجود هسه بعد ولا وزير الداخلية موجود بعده، نطالب بالحكومة بالأجمع بإعفاء عام عن من أقصى الشمال أقصى الجنوب هاي الشريحة. كنا احنا عندنا أخوان شهداء وجرحى، أنا عندي أخويا شهيد ما راجع، ليش؟ المن دافع؟ دافع من أجل هذا العراق وتربة العراق ومن هذا المنبر الشريف نقول ما تفيدنا لا أمريكا ولا بريطانيا ولا إيران ولا السعودية ولا الكويت ولا جميع الدول المتجاورة، ما حد يفيد العراق غير العراقيين. احنا العراقيين هؤلاء، احنا أولاد هذا البلد، احنا دفعنا الثمن، أولادنا شهداء وأبائنا وأخواننا كلهم شهداء ضحوا من أجل هذا العراق. اليوم خيراتنا تطلع خارج البلد، ليش؟ احنا حقنا من حصتنا؟ لا حصتنا من النفط، اليوم لا تعليم ولا زراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا كهرباء ولا مي، وين هاي الأموال تروح؟ احنا لا حصلنا من كلهن، حصلنا من النفط، وينها اليوم؟ اليوم مين هذا الشعب المقدور المظلوم؟ نقول يا اخوان يا اخوان يا 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 حكومه، اذا انتم صحيح جايين من اجل شعب العراق والشريحه العراقيه انظروا الينا بمنظار حقيقي، احنا اولادكم. يصير اب يطرد ابنه، وين روحنا؟ انتم جيتوا كلكم من خارج البلاد وقعدتوا انتوا الناس خدم، هنا جايين خدم محامين، احنا اسياد البلد مو انتم. انطونا مطالب العراقيين كافه بجميع اطيافه والوانه. عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق. حسين حسين ابو علي، ابو علي، اول شيء دقيقه دقيقه. السلام عليكم، أول شيء صباح الخير على قناتكم قناة الفلوجة، ونرحب بكافة كوادرها اللي موجودة هنا جاي تغطي الحدث الآن بساعة التحرير، والموجودة هناك بالمديرية مالتكم قناة الفلوجة. حبيبي احنا الآن نريد نحكي، كل من حكي على مظلوميته، بس احنا نريد نوصل كلمة. الكلمة هاي شنو؟ اللي قال كلمة متخاذل أو اللي جاي يتداول بيها نقول له عيب، لا تسر بهذا الكلام. ليش ليش ليش؟ تدري ليش؟ لان كنا اغلبيتنا شاركنا بالمعارك، اغلبيتنا بعد انتهاء المعارك، وكل من صار وياه ظرف. انا واحد من الناس جريح وعفت الدوام، تركت الدوام سنة 2018. اقسم بالله انا نهار كامل من الساعة ب 12 الظهر الى ان الخمسة العصر رجعت الوحدة مشي،
شرطة اتحادية أمرية المدفعية، رجعت الوحد دمشي ليش بالقنر لحان القناص ما ضربني هنا بمعتي، فبعد تعرف فقدت الوعي، نزف من عند دم فقدت الوعي فظليت بوحدي. يعني هاي مع احترامات لكل القادة، كل القادة الأمنيين من يحجون مضروب طلقة وما يدرون بيه وعافوني وراحوا، وبنص دنس عصابات داعش الأرابي، ورجعت بوحدي مشي لوحدي، والله والله رجعت المشي لوحدي وبندقية صيني. أنا هسه أحكي على وزارتي، وزارة الداخلية وزارة الدفاع، المفصولين والمفسوخة عقودهم والهاربين. إحنا شريحة مظلومة، وأريد أوصل رسالة أخيرة للدكتور عادل عبد المهدي سيادة القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء الدكتور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. كل دول العالم، بكل دول العالم ما تنهان وما تنذل بهالطريقة هاي، بهالطريقة هاي. احنا استاذ العزيز، هل يمكن استاذ العزيز اسألك سؤال، هل من الممكن المنتسب من القوات الأمنية صار لمعتصم 6 أيام هنا، 6 أيام 8 أيام 8 أيام ينذل بهالطريقة هاي؟ ضيعتوا هيبة المقاتل، جاي توصلون رسالة سيئة لأبنائنا جاي يداومون حاليا من وزارتي الدفاع والداخلية، ضيعتوا هيبة المقاتل، عيب الذلة هاي. ماكو مقاتل عسكري الآن جاي يعتصم ومذلول، عيب عيب. رجعوهم عم الدوامهم، رجعوهم يعني كتاب فوري للعودة للخدمة لوزارتين. المطلب هو المطلب واضح لرئاسة الوزراء، أنه أسوة بالإخوان المتظاهرين في ساحة التحرير في مختلف الوزارات كان أكو استجابة. نتمنى من السيد رئيس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء متعاونين جدا ويسمعون مطالب الناس، نتمنى من عندهم أن يجي وفد خاص من رئاسة الوزراء، تشكيل لجنة خاصة من الرئاسات الثلاث بوفود خاصة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، شكلوا لكم حلقة دائرة صغيرة، هذه الدائرة هي مصدر قرار. مع احترامنا للسادة النواب، لا تجون هنا تستعرضون بجولاتكم هنا. صاحب القرار الجهتين، الجهة التشريعية والجهة التنفيذية. التشريعية مكانك بالبرلمان يا أستاذ العزيز أو يا ستنا العزيزة. الأخوان هنا يسألون عن 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 مستقبلهم، المستقبل الواضح اللي يفترض أن تحل. القادة في المعارك، أنا رحت ويا القوات الأمنية في معارك الفلوجة ومعارك صلاح الدين، رأيت المنتسبين هم القادة الحقيقيين في الميدان. المنتسب عندما يحاصر من عصابات داعش الإرهابية ويطلع يقاتل ويطلع، هذا هو القائد. فنتمنى من السادة المسؤولين والقيادات الأمنية أن تقدر وضعه. بس ابن عمي عندي رد، أكو بعض المسؤولين أو السياسيين يعني يتهموننا، يقولون اتخاذلوا الجنود. بس اسمح لي، يقولون اتخاذلوا الجنود. أسألك بالله، أنا هاي وحدتي تفلشت ابن عمي وحدتي تفلشت 2015 صار ظرف بيني وبين وحدتي، ما قدرت أوصل، ما قعدنا بالبيت. هسه ما يقولون تخاذلوا، ما قعدت بالبيت، هاي رحت باع، هاي من تفلشت وحدتي رحت صعدت وين الحشد قاتل وصوبت بال 2016 سنة وثلاث أشهر أنا قاتل بدون راتب، يمكن 6 أشهر بدون راتب وين الحشد، وطقت علي مفخخه وعلاجي على حسابي بالبيت. هسه انا نحسب مثل يردون يحسبون الجنود مالتنا متخاذله؟ لا والله ما تخاذلنا، لا بوحداتنا، والمتخاذل ما يروح يقاتل ببلاش. هاك هذا اسمي، ترى واقفه عيب، هذا اسمي. لا مو يقولون، لا مو يقولون، تعال شوف ببلاش، هاي شوف هذا اسمي، هاي شوف انفجرت علي مفخخه ونايم بالبيت بتحرير الصينيه والتكريت واللاين، هاك شوفها ابن عمي، هذا اسمي، هذا يطلع يقول متخاذله قاتل بدون راتب، شوف هذا اسمي، باع مقعد بالبيت. الله يكون معك، تعال تسولفون، تعال خلاص الله يساعدك. شو سولف؟ ملينا والله العظيم، حتى صبر ما ظل عندنا بالحسين وبعبد الله السعواي، ان غادي يعني تخابرنا يعني ربع دينار ما عندهم، يعني ماكو، يعني ملينا وين نروح؟ بس قل لي وين نروح؟ لما نشتكي ولما نحكي، يعني مشتكانا بعد بس رب العالمين، وهاي هي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر عليهم يا ربي. الله يساعدك الله يساعدك. عم شوف صار لها 9 أيام هاي العالم، شوف هاي بعينك، الله واكيلك، شوف
ما عندنا ولو ربع دينار. ملينا بيناتنا العباس، ملينا ملينا بيناتنا العباس. هاي شوف العالم، شوف عمك ترى جوع العالم. هاي شوف الله وكيلك لقمة ما تحط بحلقة، كفيلك العباس. ملينا عمي، ملينا. عفو عام الريد عم، عفو عام. السلام عليكم. الله يساعدك اخوي العزيز. انا جاي احكي وياك اقل واحد بيهم هنا. أنا خدمت الدعس سنة، عدي 6 شهداء وانا جريح. اردفتهم رئيس الوزراء. انا شايف كل الدول الجندي مالتها يصير صقر الا الجندي العراقي والشرطه جاي ينذل. ارد اعرف شنو السبب، احنا كيف جاي نقاتل الدواعش؟ ايش يصير بحالنا؟ انا اردفتهم شنو اللي سويناه احنا لهم؟ خاطر الدواعش وكانت تكرمون لا هي تتكرر. دخلنا اوريك شلون يتكرم مالتهم. باوع شق الخوذه بالنص، خلي يشوف رئيس الوزراء. وعندنا واحد اصابيع عم بتره، يقول له القائد برمي بتكيد. تكيد بتكيد قائد. القائد يقول له ارمي بتكيد. ادري. قلت له هو سلفستر، هو ستالون، انت بس قل لي شلون يرمي بتكيد. اخر شيء قال لي، قال له صاروخ مال قاذفه، وهي قاذفه، ورمي بتكيد القاذفه ترمي قاذفه بتكيد. اي قال له سيدي شلون الكبسله غير تكيد؟ هسه اللي حشوفه قام واحد واحد خليه يجون. اردفتهم رئيس الوزراء شنو هو تريده من عندنا؟ 6 شهداء وانا جريح زين، وعد مرتي الشهيد والورم ماصل لذاني، شنو اللي يريده بعد؟ ادري هاي عباد الله كلها، اقل واحد فيهم اني رماي مال هاون، اقل واحد. الباقيين 3/4 هندسه زين، مدرعه، مدفعيه. انت اخوي تعال شوف الضيم وشوف القهر. اردفتهم هذا العفو رئيس الوزراء ليش ما ينطقه؟ شنو السبب؟ انت هيجي جاي تذل، جاي تذل الجيش مالتك والشرطه، انت جاي تذلهم هسه، انت جاي تبين للعالم بان انت جاي تذل الجيش والشرطه اللي تابع للعراق. انا ما جاي، انا اول ما اول شيء انا ما رحت ادافع على الحكومه، انا رحت ادافع على وطن. انا من سال دمي للبلد. مؤامره والى ارهاب طبعا تدافع عنه. زين اردفتهم ليش رئيس الوزراء يستخسر يقول يا بعفو؟ شنو بنغلاديش؟ خلي يعتبره بنغلاديش يابا. انا لا خلي يعتبره انا بنغلاديش. خدمتوا البلد ومو مو فضل من الحكومه اذا تعطيكم العفو. بس ارد اشوف يعني ليش يعني هذا 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 الشيء جاي يذلون الجندي. بس اردفتهم لصالح منو؟ العفو العفو كلها الدول كلها هسه. انا ادري بي اخي اخويا بس تعطونا مجال. مجال اخويا انا هسه ادري بي سمعته باذني وشفته بعيني. قطر جاي يتجنس ناس زين على مود يخدمون بلد مو بلدهم. السعوديه كذلك، امريكا كذلك. انا جاي خدمك وجاي يطدم وجاي يصوب وجاي يتاذى. احنا هسه ذولا كلهم الواقفين نصهم عدل جرحى نصهم. انت بس قل لي باكر قدام الله من توقف، شد قل لي فلوس ما عندي، الفلوس ما نفط ترجع مخدرات. بس فهمني لو يرجع عدس، انا ما اريد عدس، انا ما اريد مخدرات، انا اريد بلد احميه مو انت. لكان خليتك تقعد على الكرسي انت ورئيس جمهوريتك وبرلمانك. لكم هنا يجون هنا البرلمانيين يطقطق صور. لكان محتاجك، لو محتاجك بالبرلمان تخلي القانون وتحميني. انا مثل ما حميت عرضك لازم تحميني انا كبشر. هسه اريد هاي الدول كلها الاجنبيه تطالب حقوق حيوان. لكان حتى حيوان ما حصلت. لكم انتم بشر. أدى الشر ده أردفتهم. أدرى هاي الدول الجاي تطلب بحقوق الإنسان وينهم؟ الله يكون معك. وينهم؟ يا كان عندك قلصات بالقلب ومتصوب ومتأذي. تعال عيش هنا وشوف المعاناة. هذول تنطبق عليهم شغلة واحدة. خويا صار لك من أيام يدق علينا المطار. لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. خويا جرحه والله جرحه. أصابع العزيز. خويا العزيز أسحنا. السلام عليكم وعلى قناتكم وعلى كادركم جميعا. اخوي العزيز هسه احنا ايش طالبين؟ والله ما طالبين شيء. يا سلام والله ما طالبين شيء. نريد نرجع لدوامنا. نريد نرجع عوده ابعوات. انت واحد حالتنا
صار الان 7 ايام نايمين هنا بالبرد والجوع. تدوعوا انت مسلم، تدوعوا فكروا عمي فكروا انت بخطار خطار بالدنيا. تدوعوا شو تقولون الله هناك؟ تدوعوا تدوعوا يا سياسيين تدوعوا عمي. قتل الجوع قتل الجوع، اريد ارجع ثوابنا. اعطونا عفو خاص عمي، ما اريد بيوت، ما اريد عمارات. العمارات انتم انتم العمارات. ادعونا يا اسلام، والله ادعينا ادعينا معودين، والله حوالنا، والله حوالنا تبهذلت، والله احنا تبهذلنا. ليش ليش احنا الشباب تبهذلنا؟ والله نص شبابنا قضينا بالجيش. ليش؟ شنو اللي مسوينه؟ شنو الذنب؟ يا معودين والله صرنا اسوء بلد بالعالم. ليش؟ ليش احنا مو عراقيين؟ الله يكرم عونك، الله يكرم عونك. يا من تدعون انكم حسينيون وشيعه، الحسين قتل لاجل الانسان، الحسين ضحى لاجل الانسان، الحسين خرج من اجل الانسانيه، الحسين ضحى ضحى في سبيل الانسان والاسلام، الحسين ضحى في طفله الرضيع، الحسين قطع تقطيعا بتر تبتيرا، الحسين ضحى بعياله ونسائه من أجل الإنسانية، وأنتم تدعون أنكم شيعة وحسينيون وإسلاميين. ونحن صار لنا 10 ايام هنا، 10 ايام صار لنا لا أكل ولا شرب وجوع وضيم، والحلبوس يقول وفرة مالية وسويها محاصصة، ناس يرجعها وناس ما يرجعها، وقرارنا صار ل4 سنين صوتوا عليه. لا لا ماكو صار، ماكو احد رجع. انا ادري المعلومه ماكو احد رجع، بس الوفره الماليه عيب، عيب الوفره الماليه. الموازنه 134 تريليون. لا لا الموازنه مو قليله، يسمعون الاخوان اللي هنا، الموازنه مو قليله، الموازنه كبيره جدا وتكفي الموجودين هنا وزايد. فمال وفرة مالية لا ما تصوروا. لا حبيبي مسوينها ألف وباء وجيم، ألف وباء وجيم. جماعة ال 2014 ل 2018 ذولا مسوينهم وفرة مالية، شرط شرط تحقق الوفرة المالية. صولة الفرسان رجعوا، صولة الفارس الفرسان كتابهم موجود موجود، دافعوا لهم لين عندهم حزب، لين عندهم طائفة. ما عندنا حزب احنا، سوى طائفة هم ممنون. السلام عليكم. السلام عليكم. كل هذه الفترة أنتم طالبتوا، نعم. قعدتوا يا مسؤولين، نعم. شنو الرد؟ شو يقولوا لكم؟ ماكو أي رد أخي، دا يضحكون على الشعب العراقي. زين هسه المنتسب هنا عنده أغلبيتكم عندكم عوائل، ايه. متزوجين، نعم. عوائلكم شو يعني شلون تعيشوهم؟ يعني شنو اشتغلتوا أشغال حرة عمالة شو اشتغلتوا؟ الله اللي يعني يعيش ونعم بالله. يعني هسه هو عفوا الحلبوسي مثلا ما قاعد بالخضراء، خلي يطلع فد مبادرة صغيرة، ما يريد لا يجي موكب ولا يجي باو عليهم منا من فوق هاي العمارة، يقول لهم يا ناس يا عالم انتو قاعدين هسه هنا موجودين، ترى انا ما بيدي شيء، مثل روحوا على حزب فلان، روحوا على رئيس فلان، انا ما بيدي حل اسوي لكم، ترى كيف لك الله. شوف هاي كل اصحاب العوائل، انا واحد من الناس احكي لك هسه انا عاطل عن العمل، ولد رجال عده سايبة يريد 90 بالاسبوع، 90 يعني هسه الحبوس ما جاي يشوف هاي الناس. الله يكون معكم. ما جاي يشوف باقي هاي الناس باقي فاضي. هاي جد اكو هسه عوائل برقابنا. السلام عليكم. السلام. انت منسق عن هذه الوقفه وهذا الاعتصام، صارت مخاطبات رسميه مع الجهات المسؤوله، لجنه الامن والدفاع النيابيه، وزاره الداخليه، دفاع، رأس وزراء، خاطبتوهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نشكر قناتكم الموقرة لحضورها على الاعتصام المفتوح للمصلين مفسوخة عقودهم. تقريبا على الاعتصام صار أكثر من 8 ايام مفتوح، جاي يشوفون انتم الوضعية. أما بالنسبة لنا جميع المحطات الجنوبية والغربية والشمالية ووسط وبغداد الآن موجودين. أما بالنسبة أكو بعض الأخطاء يعني جاي يشوفون من الولد، ما مطلعين على شغلة السياسيين كمجلس نواب وكسياسيين، كل شيء ماكو. ها صار لنا 3 سنوات تقريبا عندك بيبانهم. اما صولة الفرسان موجود معتصم وياي، اما اهل نينوى اهل الغربيه غيرهم الولد معتصمين ويانا، ما حد رجع. ولكن اللي رجعوا بس انا اقول لك جماعه الشرطه المصفره، جماعه الاطفاء وغيرها من المحافظات الغربيه ولا من نينوى. اما كجيش وغيره ما حد رجع. اما شغله وزاره الداخليه ووزاره الدفاع بالنسبة لنا خاطبناهم، وثاني شيء الشغلة مو بديهم مو يمهم، الشغلة هي كلها متعلقة
برئيس مجلس النواب ومتعلقة برئيس الوزراء ومتعلقة بالمالية. أبو المالية هاي 2018 احنا عدنا اقرار قانون موازنة رقم 50 ترجع الكل جميعا بدون تفرعات بدون تفرعات. فمع الأسف وصل الكتاب إلى الحكومة السابقة الدكتور حيدر العبادي ما نفذ هذا الكتاب. كان رجعت الجميع من أو حاليا اللي موجودين مو 2014 لا من 2004 إلى 2019 المفصولين، حتى أكو ناس مفصولين صار لهم أسبوعين أو شهر أو شهرين، وأكو ناس لا من 2004 من 2005 مفصولين. فنرجع ونقول 2019 استبشرنا خير، قلنا راح يجون ممثلين جدد وولد الشعب ونواب منك وبيك وأخوتك وناسك، سوونا العراق العراق الجديد والأمل والغيرة. فمع الأسف أول بدت الجلسات مالتهم جو استضافوا المالية 60,000 درجة عد المالية مع الحكومة السابقة. هاي الدرجات يعني قبل لا تصير هاي الدرجات وغيرها احنا كنا هم الظاهرين هنا وعد الكتاب موجود، هاي 60,000 درجة تابعة إلى المفصلين مفصوخة عقودهم ما طوها كنواب جدد. سوى من بعدها قالوا جيت قابلت مكتب رئيس مجلس النواب، وكانت عندنا هواي مظاهرات بباب مكتب رئيس مجلس النواب، والنواب جميعا دقينا بيبانهم جميع النواب جميع الكتل قالوا لكم فقرة بالموازنة إن شاء الله جديدة وتدللوا. أجت الفقرة، فالفقرة مع الأسف فقرة رقم 47 انفرعينها بأن ترجع الشرطة كما كانت عليه في المناطق الغربية أو المناطق المغتصبة، وترجع 2008 فقط، وخلوا النجيم إعادة المفصولين والمفصوقة عقودهم بعد الوفرة المالية. فنرجع ونقول لهم أول شيء 47 شو تسوون هنا؟ تتركون ليف با جيم هاي أولا، ثانيا الناس معتصمين هنا واعتصام مفتوح إلى حين تنفيذ مطالبنا. الشغلة الثانية احنا ما طالبين منكم أي شيء، تعال يا أخي أخذ أسماء اللي موجودين وذول موجودين أهلنا والغربية والكركوك والشمالية والجنوبية ووسط والكل، هذا عراق مصغر هنا بالتحرير. فتعالوا أخذوا أسماء العالم هاي موجودة دزوا على ممثل هاي المجاميع اللي موجودة والاعتصام تدقيق أمني دققوا ممنيين وعددهم قليل، أما من يطلعون أعضاء لجنة المالية وغيرهم كمجلس النواب أو وزارة المالية يقولون أعداد هائلة وما نقدر نطي فلوس وغيرها ووفرة مالية وغيرها. فأرجع وأقول لهم بالنسبة للأعداد اللي عندكم مال 150 أو 200,000 أقول لهم هذا شيء ماكو شيء رقم مهول، مع الأسف ما نعرف منين هالأرقام جات جيبوها. فأعدادنا هي الموجودة عليك الله شوفها بقناتك، العفو شوفها بالكاميرا مالتك. هل هذا عدد 200,000؟ نعم. فإحنا عددنا قليل وما طالبين أي شيء، طالبين لقمة العيش، يريد نعيش. أكو ناس جايتنا يعني خطية ست، تعال أبو الغربية ولا أبو الشمالية ولا غيرها، هاي العالم النازحة قاعدين بالخيم، أما إحنا أهل بغداد والجنوبية وغيرها عالم قاعدين آجارات، وأكو عالم قاعدة نسميها إحنا بالعشوائيات. زين رحمة الوالدك هذا اللي حرر الأرض في 2004 و2006 وحارب القاعدة وغيره، رحمة الوالدك ما عنده متر، هذا اللي حرر مال أراضي مال سقوط الموصل ما عنده متر. نرجع ونقول نطالب رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي المحترم، نرجع ونقول نطالب رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي المحترم مرة ثالثة، نطالب رئيس الوزراء المحترم بإعادة المفصولين المفصوخة عقودهم والمعتصمين فقط. دورنا نطالب همين الرئاسات الثلاث بحل هذه الأمر، لأنه اعتصامهم طول وقضيتهم طولت، ونتمنى من الجهات المعنية أن تأخذ بعين الاعتبار كل ما دار في هذا الحوار، ونتمنى من كل مسؤول حتى وإن كان مو ضمن اللجنة الخاصة بي، نتمنى من كل مسؤول أن يسوي له حلقة كبيرة جدا وحلقة صغيرة لاحتواء هذه الأزمة والاحتواء مطالب الناس، لأنه مطالبهم مشروعة وحقوقهم لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار. كل هذا وأكثر وكل هذه المعاناة وأكثر من تظاهرة أو اعتصام، وليس تظاهرة اعتصام، المفسوخة عقودهم لوزارتي الداخلية والدفاع مستمرين معاهم، لكن بعد أن نخرج الفاصل سريع ونرجع لكم بقيانة. أسعد الله صباحكم من جديد أحبتي المشاهدين، عدنا لكم وحلقتنا من ساحة التحرير من وضع المعتصمين المفسوخة عقودهم لوزارتي الدفاع والداخلية. نكمل حوارنا معهم
ونكمل كلامنا معهم حتى نوصل صوتهم في هذا الوضع اللي حادث هنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شنو وضعكم هنا؟ صار لكم هاي فترة الأيام؟ حبيبي صار لنا 8 أيام هنا، لحد الآن ماكو شيء قرار صدر، وشاف هاي العالم اللي عايفه أهلهم وعايفين عوائلهم وجهالهم، وجايين هنا معتصمين هذا اليوم الثامن على التوالي طبعا. وبالنسبة للي يوصفهم بالمتخاذلين، ذول ناس مظلومين، بيهم اللي داوم 2014 وبيهم اللي انظلم وبيهم اللي بطل من بغداد. هو لو هو يعرف نفسه خطأ ما أجا وطالب حقه، فهم كلهم ناس مظلومين. وش حكي؟ فبيهم يعني ايش اقول لك؟ هو على القمر اللي قروحه مفسوخ عقده، اخطاء اداريه موجوده، كل شيء موجود. فانت هسه اول شيء لا اكو شغل، لا عمل، لا هاي العالم يعني ما جاي تفكر عوائلهم وجاي تاكل، ما عندهم مسؤوليه برقبهم. يعني على الاقل يعني خلى الله بينكم بين عيونك وشوف هاي الناس يعني شلون جاي تصرف، لا راتب، لا شغل، لا عمل، لا هاي شلون يعني يعيش. وشكرا حبيب قلبي. الله يسلمك هنا. والله شوني صار لي من اول يوم الاعتصام، انا من محافظة كركوك، من وزارة الداخلية شرطة كركوك، احنا لهنا وزارتين متواجدين اعتصام، وزارة الدفاع وزارة الداخلية، وعددنا ما يعني اكثر شيء خلي 2000 روح 3000. يا اخي ما تقدرون توفرون العفو العام كلها، هاي المعتصمين خلي لجنة تجي من وزارة الدفاع والداخلية وتقعد، خلي تجي تشوفنا وتصدر اوامر ادارية بينا. إذا تقولون وفرة مالية ماكو، صدروا أوامر إدارية، مستعدين نداوم بدون رواتب لو 4 أشهر، بس خلونا نداوم. ليش خلونا هنايا بدال ما نداوم بهذا المكان؟ خلونا أماكننا نداوم. أنا جريح هاك مضرب قناص، تفضل. وهذا أخوي الشهيد أيضا منتسب 18 سنة خدمة دولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. هذا الطفل كم مرة يناشدك على القنوات؟ أنا هذا كله كتب رسمية لجان طبية أثناء الواجب مفصول، مظلوم مثل ما أنا مظلوم، هاي كل أغلبيته مظلومة. لا تقول لي متخاذل، لو أنا متخاذل ما أعطي جريح، ما أعطي شهيد، أنا بنفسي جريح. وأقول لك شيء واحد، يا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يا بالمضايف والفناجين، كافي، إحنا عراقيين، عراقيين. إذا تقولون أنتم مو عراقيين ما نرجعكم، دخلونا للصومال، للصومال. يعني المصري ناية ياخذ تقاعد واني جريح 18 سنه خدمه، وهذا اخويا شهيد، هذا الجسر مقابلي، ما انسحب منه الا على هذا الجسر. واني مؤمن امي، واني مسلم، ومو هذا الشارب علي. اذا ما اروح انا جهالي انتحر منه. خليت جهالي ابني صف سادس ابتدائي عبته من المدرسه، كافي. اني صاحب عائله متزوج. الله يسعدك. وناشدنا هواي، ما بي الكفايه من رئيس الوزراء، مجلس النواب، ما رايدين شيء يا عمي، والله العلي العظيم ما رايدين شيء. ردنا ان نرجع العمل، احنا بوزاره الدفاع والداخليه، رجعنا نلبس البدله مالتنا، نروح نقاتل. يا عمي والله ملينا وتعبنا. ما صايره بس بالعراق، الشخص يطالب بان يخدم بالجيش العراقي، الباقيين ما يقبلوني ثواني، ما باقي الدول يردون يهزمون من الجيش، احنا اخواننا هنا هم يطالبون بالعوده وما يسمحوا لهم. هذه والله يعني بصراحه مو يعني صعبه، عندما مقاتل كان واقف في ساحه الموت اللي هي معارك سواتر الخط الاول ويلقى نفسه مفصول بعد كم يوم. يعني بتنال واجب، يوم طب الاسنان باب، هاي طب الاسنان باب معظم قاعد على البي كي سي، قالوا لي جراتبك رجعونا 25/5/2016، ذكرها جاء كتاب استغناء عن خدماتي 21/6/2017. ماكو، انا بالدوام رحت الفوت، قالوا لي طلعت البي كي سي رحت الفوت، ما علمان ما اعرف الدوام. هاي شنو هاي؟ رحت ناشدي، طلعت بالتلفزيون انا وبناتي، شفتي اهلي يشوفني النوف، ذكر بعلقلات العراقيه وكالات الانباء العراقيه استاذ سرمد، وناشدت قاسم الاعرج، وناشدت العباد وبكتها، وناشدت ولا واحد دار لي بال، ولا اي واحد زين. انا شو مسوي؟ انا هم متخاذل؟ اثنان الواجب، انا اثنان الواجب على البي كي سي قاعد طب الاسنان باب معظم فوق طوارئ بغداد السادس، هم عندي متخاذل انا؟ وجاي راجع حتى اروح اجي رياض حسن دوحي، جاي راجع انا هسه اروح واجي واروح واجي، هاي ماكو ذاك خلف الله على يعني ماكو لحد اللحظه شو ماكو يعني انتقل شرطه محافظه بغداد؟ اي ماكو لحد الان. خلي هذا التساؤل ايضا نساله بعدنا، كانت تساؤل نساله للسيد العقيد عقيد نبراس مدير دائره اعلام شرطه محافظه بغداد عن وضع الاخ بما انه في بغداد وبما انه ضمن شرطتكم، فنتمنى يكون اجابه
واذا اكو اجابه راح نتواصل ويا الاخ. اذا اكو سبب بفصله طول السبب وشون يعني على على اثناء الواجب وبسياره عسكريه ودي يداوم وتجي فصل هاي ما اعرف غريب. انا استاذ العزيز احب اوجه اول مره رسالتي للشعب والمرجعيات اهل العمايم شلع، ووجه رسالتي لكل حقوق الانسان. يعني اول مره الحكومه تظلل الراي العام تقول لهم ذولا متخاذلين، المتخاذل اللي قاتل بربيعته ويخليهم شهداء ويروح يصالح عدوهم، هذا المتخاذل، مو المتخاذل جندي واقف بالساتر مصوب. هاي لو ما لو من جماعتكم هاي كان هسه كلتوا قلبوا بيهن. يعني العصابات لا تحترمون، هو بيناتكم انتم بسياسيين ما حد يحترم الثاني. تظل تطول الطائفيه عنصريه قوميه، كلن مشيتون علينا، مو كافي ظلوم؟ تدري وين ما اعتصمنا احنا؟ قلت انا هذا الجيش، لان هذا راح من راح يعتصم الجيش راح الشعب ينذل، راح تنذل الحكومه، ما نظل ساعتين راح يجونا يقولون يابا جيشنا قدام العالم هذا عيب، جيشنا قدام العالم هذا عيب، ما نريد نضاعف ارواحنا، ما نريد نصير نفس فلسطين، ما نريد نصير انقص من هالحال، احنا جبنا حروب بحروب والجوع قتلنا، تجوعونا حتى تقاتلون بينا مثلا؟ اليوم يعني 9 أيام و8 ظل هالشباب بالشارع، ادري شنو متفضلين علينا ذا توصلون؟ متفضلين علينا ذا تطون بينا قانون؟ متفضلين علينا ذا تعفون؟ شنو العفو بس العدونا والمساكين والمضحية والمقاتلة؟ وكمبويا ما انتم ايش بيكم؟ اصحوا ذاك اليوم بس جاب طار صدام بالناصرية رحت اعتقلتوا، انتم ايش بيكم؟ وصالحتوا عدونا على دم شهدائنا، انتم تدرون؟ وكم كافي الراي العام الشعب وكم جيشكم هذا؟ شنو مصدومين انتم؟ من يصير بالجيش لو يصير هروب؟ وكم لا سلاح لا عتاد لا اكل لا ملبس، شنو راتبه 1,100,000 يشتري البدله من عنده؟ والله بس الله عليكم وعليكم داعت عافيتكم وجهالكم. من مرات جماعتكم ينحصرون بالابراج وتقاتلون وتخصون جماعتكم، مو فلوس الطلقات يلا تنزلون؟ نعم نعم. يقول لك ما من طعمر؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. هذا نناشد الشرفاء من خلال قناة الفلوجة، نناشد كل الشرفاء بالنظر بعين الاعتبار والرحمة لهؤلاء المفصوخة عقودهم المفصولين من وزارة الدفاع والداخلية، بعين النظر بالاعتبار لهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ذلكم أجرا لكم وخير لكم وشكرا. حياك الله ممنون. خلي ايه سؤال. أنا من محافظ صلاح الدين، أنا شرطي بقيادة صلاح الدين. مختصر لك، أنا اشتكيت على جماعة دواعش. شوفن زين، اشتكيت على دواعش. دواعش جيت داومت بوحدتي وراء 10 أيام جاءوا أمر قبض علي، أنا منتسب دواعش جابوا أمر قبض علي، وهاي أسماء الدواعش. دواعش يجيب لك أمر قبض عليهم؟ إيه هاي هذا أمر قبض عليهم. دواعش يجيبون أمر قبض؟ إيه جابوا على المنتسب. هسه هذا أمر قبض هذول عليهم هم نفسهم على الوحدة مالتي. وجيت التحقت وطلبوني وين بالمحكمة، رحت سجنوني 10 أيام. جيت التحقت بوحدتي، جيت عرقت أستلم الراتب مالتي، قالوا لي راتبك ماكو انت مفصوح عقدك، ليش فخصوا عقدي من ورا دواعش وانا مشتكي عليهم امر قبض وانا من قيادة صلاح الدين شرطة محلية وهذا الامر القبض على الدواعش؟ يعني كل شيء سمعنا، لكن ان نسمع انه الدواعش يخلون يجيبون قرار قضائي على منتسب، الله يساعدك. اهلا وسهلا، نريد نشوف حتى قعدتكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اختصر لك الموضوع ولا تاخذ وقتي ولا اخذ وقتك. مناشدة خاصة ان تقف عليها مرجعيتنا الرشيدة، ومناشدة الى خطباء المناظر، ومناشدة الى شيوخ العشائر، ومناشدة الى البرلمان السلطة التشريعية، ومناشدة الى السلطة التنفيذية، ومناشدة الى رئيس الوزراء، ومناشدة الى يلا قول لنا المناشدة طولوا
وإلى أناشدهم كلهم حتى بلكي واحد يتحرك اهتمامه وضميره، ومناشدة إلى رئيس الجمهورية راعي الوطن وراعي الأخوة، بأن بعين النظر والاهتمام إلى الأخوة المفصولين المفصوخة عقودهم من الشرطة والداخلية الداخلية والدفاع، قضيتهم معروفة وواضحة لكل مسؤول أو صاحب قرار، قضيتهم أخطاء إدارية وخيانة قادات واحتلال المناطق الغربية من قبل داعش. أغلبية الشباب قضاياهم لم يتركوا الجبهة لا بطران ولا خوفا ولا جبنا، ترك المعركة عموما، ترك المعركة. أما جاء كتاب بأن هو مفصول بخطأ إداري، أما تعرضوا إلى مجامعة من الإرهاب وانقطعت الطريق وتأسروا إخوانهم وانقتلوا ومن نجا نجا بنفسه، وأما منهم تصوبوا واضحة قضيتهم. أنا أشكرك، واضحة قضيتهم، بارك الله فيك، خلي نسولف وياك، الله يساعدك. السلام عليكم. السادة المسؤولين يحسون بوجعكم؟ لا. يحسون بنومتكم بالشارع؟ لا والله ما يحسون، والله العظيم لو واحد من أولادهم أو أخوانهم ما يعرفون هاي العوفة، ثق بالعباس أبو فاضل، مصرف ما عندي بجيبي غير 1000 دينار، غيره ما عندي، وقالوا لي الصبح يردون تبرعات الجماعة على مود ياكلون أكل، ما أعطيت غير 1000 دينار بجيبي، وجقاير ما عنده. وشكرا. احنا نشكر قناة الثلوجة على مرعاها والناس. احنا نطلب الدكتور عادي عبد المهدي بهاي الشريحة المظلومة من الدفاع والداخلية. احنا مو متسربين ولا متخاذلين، احنا كلمة اصغر واحد بينا انا قدامك 5 سنين قوى شرطة عادية افواج تحرير النخبة، احنا نختلف على التحدي الباقين. دورتنا هنا بدبلن 7 اشهر وبالنعمانية سنة، ايش قصها 7 اشهر؟ هاي الشريحة مظلومة، هاي الشريحة مو متسربين ولا متخاذلين. أنا أحكي قدامك، نزلت مجاز بأمر من أمر سريتي، صعدت لقيت أنا مغيبيني، أكو يوجد أنا مغيبين، أنا أكو سجلات مركزية، أكو عدمات من حاكي يقول لي والله مو بيدي، حاطين أم واحد لا يقرأ ولا يكتب، هذا أعرف هذا لا يقرأ ويكتب، شلون عينوه بالفحص؟ شلون تعين غايب غايب غايب؟ عيني هاي كلها شريحة مظلومة، هاي شريحة مظلومة من الدفاع والداخلية. أخوتي نطالب رئيس الوزراء مجلس النواب بإعادتنا والنظر صاحبين عوائل وصاحبين أطفال بإعادة الدفاع والداخلية. سؤال رئيس الوزراء، المنتسبين حاليا اللي موجودين هنا ايش قد صرفت عليهم دورات الدولة؟ ايش قد صرفت عليهم فلوس؟ أخوك أمامك مفكك عبوات اللي بصفي حاليا القناص اللي بصف، يعني متخصصين، دولة صرفت أموال طائلة على تدريبنا، تاليتها المقاتل، مهاي هيبة المقاتل، إذا كان إذا تعرض إلى خطأ إداري أو إنصاب تاليتها الرمى بالشارع، هاي قلة من هيبة المقاتل. ظلم هذا عني. أنا أشكركم، بارك الله عنكم. الله يسعدك. أكو فد شغلة، طبعا أكو جماعة يقول إحنا متخاذلين، خوش حكي، جماعة يقولون بعد متخاذلين، وكو حتى بالدولة ضباط يقول لك هذا متخاذل. احنا طالبنا محكمة عسكرية، والمتخاذل المتخاذل ما يطلب محكمة عسكرية، صحيح ولا لا؟ انتو تريدون محكمة عسكرية؟ احنا نريد محاكم عسكرية. الشمر سلاحه وصار ويا داعش، هذا ما نريده، ما يشرفنا لا بالداخلية ولا بالدفاع، لان احنا نمثل هذا البلد كله من جميع الاطياف، صحيح ولا حبيبي؟ انا ابن الفتوى، ابن السيد السستاني، من الفتوى رحت بالفتوى 3 اشهر خلصت الفتوى مالتي، وراها قالوا تريدون الدفاع، قلنا لهم عم شكلونا بالدفاع وخلنا نتعين، وراح اثبت لك فالشغلة انا مظلوم. هاي اصابتي انا صوبت ب 2014، هاي صوابتي كاملة، هاي صوابتي انا مقاتل حيدر فخري بالقوات الخاصة داوم فرقة 17. السووا لي تخلصت الفتوى استلمت 450 ألف، ورا الفتوى ظليت 8 أشهر قاتل بوزارة الدفاع بدون راتب. زين أكو واحد يقاتل سنة ونص ما داخل دورة تدريب؟ ما دخل الدورة تدريب. هذا الجواز مالتي، خلي يشوفون هذا العالم، هذا الجواز مالتي، حتى راجعت لوزارة الدفاع أقول شغلتك كم رئاسة الوزراء، لا عدتم شنو وزارة الدفاع، لا تحلون ولا تربطون. سنة ونص أنا قاتل بدون مركز تدريب، ما شايف شنو مركز تدريب،
حد ما اصوبت والله العظيم. وهذا بس اسمع شلون مقاتل السان، بس اوقفك شوي بس مره قصتك، شلون اليوم مقاتل السلموس لاحظ خلوا يطلع قبل، ها يعني اي واحد يطوس لاح يطلع قبل، وهذا غير يدخل دورات تدريبيه يا اخوان. هذا جوازه طلعت لي الدوله، انا المفروض اسافر بعمان ادخل دوره مركز تدريب هناك، سنه ونص قاتل انا ما شايف مسير، ما اعرف امشي مسير هسه بعد مسير ما اعرف امشي، رمانه ما اعرف افتح زين، شلون انت تدزني بالمعركه وانا ظليت قاتل وانا علمت روحي بروحي ما متخاذل، بس انا اريد من عندك غير توديني، تمنتشر قاتل انا بدون راتب، وين رواتب وين راحت؟ هاي مو مظلوميه؟ راجعت وزاره الدفاع يعطوني تليفون مغلق، هذا التليفون مال وزاره الدفاع يعطوني تليفون مغلق، زين انا منو 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 هسه اخذ له حقي؟ شلون انا وضعيتي شلون؟ هاي مو بس انا احكي لك، احكي لك هنا ولد كوما موجودين مصوب، انا عيون اللي هسه ما اشوف بيها، الف دينار الدوله ما صرفت علي. حبيبي السلام عليكم، شلونك استاذ العزيز؟ تحياتي قناه الثلوجه. اخوي العزيز انا داوم كنت الفرقه الثانيه، وش حكي؟ انقلت على جيش عراقي، جيش عراقي، انقلت على فرقه 15 لواء 72. شرفك يعني فسخون عقدي بثلاث ايام، خلي يسمعني رئيس اركان الجيش، تحياتي لفريق اوركم عثمان غانمي، حتى السيد اللواري كنت حسين حاكيته استاذ، قلت له سيدي انا ثلاث ايام فسخ عقدي، قال لي ليش؟ قلت له انا نقل جاي، يريد من عندي احتفال ذاتي مال الاكل مال الارزاق، قلت له غير من الراتب تقطع انت تعطيه مقدمه، قلت له انزل اجيب راتب، قال لي انزل، بيوم ما التحق ثلاث ايام فسخ عقد، رحت للوزاره اعطوني قصاصه الكبرى والله قد هذا الكتاب، رجعت له بالوحده، شو يسوي الوحده؟ يقول لي هاي القصاصه جبت لها من الوزاره الدفاع، جبت لها القصاصه من الوزاره الدفاع، نقعها واشرب ميها، زين؟ يعني انا وين اروح؟ عالم انظلمت. الله يساعدكم. احنا نطالب رئيس وزاركم يجي عفو ينزل هنا. الله يسمعكم، ان شاء الله يسمعوا يساعد، الله يساعد. حبيبي الاستاذ شلونك؟ تمرضت هوايه انتم هنا وضعكم 45 واحد، اي والله، اي والله. مشكله من واحد يحس بحق ضايع. تدري احنا انا من شنو تعبت؟ ما تعبت من الوقفه من الجوع، ما تعبت. تعبت من هاي الالاف القصص مال الولد. كل واحد عنده قصه. يعني 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 لو شكسبير عايش غير يالف كتب هاي القصص والله على معاناه الناس. يعني انا واحد من الناس، يعني اردحت قصته استحي، لان يجي عنده 6 شهداء، عنده 8، اذا هو يحارب وكاتبه شهيد زين، انا زي اي هو يحارب وكاتبه شهيد، وانا هناك ولد يعني حتى هنا يداوم 8 شهور وشهيد، شوفني شهاده وفاه مالته يداوم والله، اي والله. يعني انا اوت البارحه هنا المغرب بكيت، الولد قال ايش فيك؟ لا عيوني حساسيه، لان تعبت من القصص مالتهم، تعبت انهاريت، يعني ايش قد اصبر بيهم، ايش قد اشد من عزهم، بس تعبت لان اشوف قصص ناس منتهيه صدقني. يعني انا موظف مدني بوزاره الدفاع من 2003 تعينت، تركت وظيفتي شلي مطران راتبي 1.5 مليون، مو بطران مدني بالاخص، مدني انا مدني، بس انا بيتي تفجر، والدي قلت له اني من عماره لعماره اقمز بالطائفيه بال 2006، ختلت يوم ونص بالتانكي في سبيل بس اسلم على روحي، وبلغتهم قالوا انت مفسوح عقدك، وها والوزير عنده كتب وطاني كتب، وعندي هسه انا عندي قرار قاضي بين اني متهدد ومسوي دعوه، وعندي كتاب ابويا شهيد ضحايا ارهاب من 2007 لحد 2018 نهايتها، أنا أسوي كتب وأقابل وماكو أي نتيجة. الله يكون بعونك. الله كريم. هذه القصص الكبيرة اللي موجودة هنا، إحنا نريد نستعرض ويا ما دا سولف، أريد أستعرض المنظر اللي قد يرضى به السيد المسؤول، يرضى بمنظر إخواننا المقاتلين اللي كانوا يوم أمس يلبسون دروعه ويشيلون سلاح ويدافعون عن البلد. هل يرضى أن يكون وضعه بهاي الصورة؟ هل يرضى هو يشوف هذه الأعداد؟ شوف لي هاي الاعداد، هذه الاعداد الموجوده هنا، واحد اثنين ثلاثه متخاذل، 100 200، هاي كل هاي الناس متخاذله. والساده المسؤولين اليوم، ممكن احنا متواجدين في ساحه التحرير باب الشرجي، ممكن انتم مواكبكم تمر منا، ممكن تسووا لكم زياره بهذا المكان، زياره تنفيذيه مو زياره استطلاعيه وزياره صوريه، زياره بها تنفيذ ويكون اكو ضمير حي عند السادة المسؤولين اللي يشاهدون حلقتنا لهذا اليوم. المعاناة هنا كبيرة، والظلم اللي بهذا المكان كبير. هنا احد الاخوة رغم وصلنا الى نهاية البرنامج، عندنا شيء قليل بس. الله يساعدك اخوي العزيز، احنا من الاحد هنا، الاحد الفات، تسمع صوت غير؟
ناشدنا هواية، حكينا هواية، حكينا من قنوات هواية، وقناة الفلوجة إن شاء الله أنتم سباقين بالخير. الناشد ونقول شيء واحد فقط، يا دكتور عادل عبد المهدي القائد العام للقوات المسلحة، هذول كلهم أبنائك من مؤسسين الجيش العراقي من 2004، يعني دقينا أساس الجيش العراقي ما كان ولا واحد قاعد بالخضراء هسه موجود ب 2004. الناشد الدكتور عادل عبد المهدي خلي يشوف صرف الذولة، لأن كلهم عسكريين من 2004 وكلهم قوة قتالية وصنوف وما عنده غير شغلة غير بأنه هو عسكري. خلي يفكر هذا باكر عقبة العمره 25 و26 و27 و28 ايش راح يشتغل؟ راح ينحرف، راح يدور شغلات جانبية. هو عسكري ما عنده غير شغلة، منتسب من 2004، يعني ايش راح يسوي؟ بس فهمني، هذا اللي عندنا احنا، بس الناشد هاي الشغلة. وصلنا الى ختام، بس باختصار بس مطلب واحد، انا ناشد السفاره الامريكيه بالخضراء، سووا لنا صوره حل ولا ضربت على الحكومه العراقيه ما سووا لنا شيء. ناشد سفاره ايه، ناشد امريكان، ناشد السفاره الامريكيه بالخضراء، هم جابوهم هم ورطونا بهم، ناشد السفاره الامريكيه سووا لنا صوره حل، ملينا لو نهاجر غير دوله، شوفوا لنا حل، سووا لنا لجوء. عالم ملت صار 8 ايام هنا نايمه، نعم 8 ايام هنا. خلي نقعد قعدتهم، خلي نسولف سوالفهم، لكن من ننقل معاناتهم والله نحس بألم، لانه احنا متعايشين ويا هاي التظاهرات، متعايشين ويا هاي الاحلام. ما بقيت بس كتبكم يا السادة المسؤولين، بس قراراتكم اللي المواطن باختصار قلتوا له نقعها واشرب ميها، بهالطريقة هاي كتبكم الموجودة. هذه المعاناة وأكثر وما خفي كان أعظم، عد كل مواطن عراقي بهذا المكان قصة، وعد كل قصة ألم، وعد كل ألم عوائل وراء، فناس ما يشعر بيها إلا ربنا. لكن نتمنى من السادة المسؤولين، بما أنه أنتوا وكلاء هذه شرائح المجتمع، بما أنه أنتوا استلمتوا مقاليد الحكم بطريقة أو بأخرى، صرتوا على رأسنا ما أعرف شلون، المهم قولوا أنتم مسؤولين. فالمسؤول الحقيقي هو من يلبي هاي المطالب. في كل دولة عندما يتأخر الوزير عن اجتماع وزاري مهم يخص المجتمع يقدم استقالة ويروح بكل احترام وبكل بكل بكل رقي. لكن احنا اليوم السادة المسؤولين يروح لمية 200 ألف 2000 شهيد، ألف معاناة 2000 معاناة، مو مهم، المهم الكرسي دام وما يدوم إلا ذو وجه كريم، وأنتم زائلون. في الختام أحييكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، ألتقيكم على الحب والخير دوما، وتحية عسكرية إلى كل قواتنا الأمنية المفسوخة عقودهم والموجودين حاليا في الخدمة، في أمان الله.